اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا كؤوس بطوله المنطقه وبطوله القاهره، فريق 17 سنه للكره الطائره للناشئين. برحب طبعا بالنجمين من نجوم الفريق. برحب في البدايه بمصطفى ايمن فؤاد عبد السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله، ازيك؟ منور ومبروك على البطولتين. الله يبارك فيك. برحب طبعا بفراس حاتم لاعب الفريق وليبرو الفريق. اهلا بيك يا فراس. ازيك حضرتك؟ مبروك ومنورنا في الاستوديو. الله يبارك حضرتك. طيب مصطفى، كلمني يعني الاول، كانت بطوله المنطقه بتبقى دايما منطقه وبعد كده بنتاهل منها للجمهوريه. كلمني عن المنطقه، مين اللي كانوا بينافسونا، يعني احسن الفرق اللي كانت معانا في بطوله القاهره وازاي كسبنا؟ احنا دايما المنطقه بتكون بطوله صعبه عشان بنكون لسه مخلصين فتره اعداد. صحيح. ودايما بتكون في اول الموسم ما بنكونش جاهزين يعني توتلي. صح. فكان عندنا فرق كتير صعبه، كان عندنا دجله والطيران وبتروجيت، وكان في فرق كتير دايما بتبقى عندنا مشكله معاها. بس الحمد لله السنه دي كنا جاهزين كويس وعرفنا نتصرف وعرفنا نجهز نفسنا في اسرع وقت عشان نبقى جاهزين للماتشات كلها وكده. طيب بطوله القاهره، فاكر النهائيات كانت ايه؟ خلينا نتكلم في النهائيات. كان كام فرقه مشاركه؟ لعبتوا مين؟ كسبتوا مين؟ احنا الماتش النهائي كان قدام الطيران وكسبنا 3-0 الحمد لله. كان الطيران هو اقوى فرقه؟ هو لا، اصل ممكن يبقى اخر ماتش. هو كان اخر ماتش. أيوة، وكان بس مش اقوى الفرق. اقوى الفرق يعني. هو خده تاني وراكم ولا؟ خده تاني وراكم. عشان كده ساعات بيبقى اخر ماتش مش هو الفاينل، تبقى دوره مجمعه، فانت بتلعب اخر ماتش بقى بتفوز بيها وتاخد الدوره المجمعه. بس هو مش طيب، مين اللي خد الثالث في بطوله المنطقه؟ مش فاكر والله، بس تقريبا الشمس مثلا. الشمس كان هو الثالث معاكم في بطوله المنطقه، وكان ماتشاته كانت صعبه جدا معانا في القاهره، كانت ماتشات حاسمه يعني. طيب انت بتلعب سنتر بلوك صح؟ اه. انت بقى قول لي، زي بابا ولا بابا كان بيلعب سنتر بلوك؟ لا، بابا ما كانش بيلعب سنتر بلوك، كان بيلعب إيه؟ اربعات. كان بيلعب اربعات. طب ليه انت لعبت سنتر بلوك؟ مش عارف والله، بس انا اول ما بدات الفولي هو كان معايا مدرب وهو اللي قال لي ان احنا نلعب هنا وبتاع. كان المركز كان ناقص فكان محتاجني. بتقدر تلعب في مركز تاني ولا انت السنتر بلوك هو مركزك المفضل؟ كان لسه اول سنه النهارده، قصدي اول سنه السنه دي، كان انا اجرب العب في مركز تاني. لعبت في مركز كام بقى؟ اتنينات بس، اتمرنت بس ما لعبتش. طب انت الاتنينات احسن لك؟ بتحب تلعب اتنينات اكتر ولا تلعب سنتر بلوك؟ ايه اللي قريب لقلبك؟ انا متعود على سنتر بلوك، لسه ما بقتش كويس في الاثنينات زي ما انا كويس في سنتر بلوك يعني. لا ان شاء الله تلعب في اي حاجه، انت اكيد موهوب والجينات يعني الجينات الفولي بول عندك، فمش قلقانين عليك. طب فراس، اجي لك انت ليبرو الفريق، وانت والله اكبر طويل يعني، ما انتش قصير برضه. انا دايما الليبروهات بشوفها بتبقى قصيره دايما يعني. طيب كلمني عن بطوله الجمهوريه بقى، ازاي خدناها ومين اللي كانوا بينافسونا؟ لان الجمهوريه بقى بينضم علينا، احنا بنبقى منطقه القاهره، فبيبقى معانا الطيران والشمس برضو، وبينضم علينا بقى الزمالك من الجيزه جاي لنا، ومنطقه اسكندريه طبعا سموحه وسبورتنج والفرق من كلمني عن ابرز الفرق اللي ايه اللي لعبناها واهمها واصعبهم. بطوله الجمهوريه كانت مشكلتها ان احنا كنا خلصنا بطوله القاهره وكنا مخلصينها بشكل كويس جدا، فكانت الفرق خلاص عملت لنا حساب. فرقه عندها كذا عندها كذا، فالسكاوتنج كان عالي علينا اللي احنا خلاص الفرقه دي عندها وعندها وعندها وعندها، فبقوا خلاص بقت الفرق كلها مركزه معاكم، مركزه ان هي احنا عندنا ماتش الاهلي، حتى لو فرقه مستواها مش احسن حاجه تيجي عندنا بتعمل 200% من مستواها طبعا، لان هي وضع طبيعي. طيب الفاينلز في الجمهوريه كانت مع مين؟ يعني مين اللي كان معانا في الجمهوريه؟ كان مثلا اصعب ماتش في الفاينلز كان ماتش الشمس، كان ماتش يعني فيصل في يعني في كله. طب ازاي الشمس وهي خدت الثالث معانا في الجمهوريه اختلفت خالص؟ اختلفت، وكمان العناصر بتاعتها اتجددت، فبقى عندها ناس تانية، فبقى عندها فرقه فعلا كانت هي دي اصعب ماتش احنا ممكن نبقى لعبناه. طب الزمالك عملنا معاه ايه؟ لا الزمالك يعني ما تاهلش الفاينل. يعني الجيل ده عندهم وحش مش كويس. طب الشمس، الطيران عملت ايه؟ الطيران برضو كسبناها 3-0 وكسبناها يعني بشكل كويس جدا، عشان هو كان ماتش هما فرقه كويسه، بس يعني احنا كنا احسن بكتير قوي في الملعب وكنا فارقين عنهم. طيب مين تاني من فرقه اسكندريه؟ يعني سموحه كانت عامله ايه؟ سبورتنج كانت عامله ايه؟ دلفي كان ماتش كويس قوي، كويس. كنا بنلعب دلفي في دلفي كمان، فكان ماتش فيه جمهور اسكندريه كلها وكان فيها ناس كتير، كان ماتش فاصل كمان على البطوله يعني، هو كان برده ممكن يحدد مركز، كان ممكن يخلينا بدل ما ناخد اول ناخد مركز ثاني لو ما كناش كسبنا. يعني انت لعبت دلفي في دلفي اسكندريه؟ دلفي في دلفي كان لازم نكسب عشان ناخد اول عشان نلعب على مركز اول اصلا يعني. الماتش كان مهم جدا. طب انت فاكر الماتش ده؟ فاكره كويس يا فراس؟ ده ماتش كان هم ايه، كانوا الصاله اصلا سالة دلفي صغيره، فكنا احنا في ستريس ان كلها جمهور بتاعهم، وكمان كنا كله بيركز بقى ان احنا خلاص الماتش ده تكسبه تطلع مرحله ماتش الشمس، خلاص انت بقيت اول جمهوريه. طب الماتش دلفي خلص كام فاكر؟ خلص 3-0. 3-0 الماتش كان جامد قوي. طب في فرقه اسكندريه ثانيه كانت شاده معانا كده، سموحه سبورتنج ولا يعني دلفي؟ كان ماتش سموحه كان كويس، بس ما كانش برده، كانش جامد. ما كانش كويس دلفي، انما هي دلفي كان ماتش قوي، وكان هو ده اصعب ماتش. طيب يعني انتوا الفرقه 2006 2007 يعني انتوا صغيرين في كم اغلب الفريق 6 ولا 7؟ يعني اغلبيته كان 6، بس عناصر 7 كانت اللي بتكمله
يعني مثلا كان يبقى فيه ثلاثة كده وثلاثة كده، والثلاثة بتوع 2007 اللي بيكملوا الكبار، والكبار بقى كانوا شايلين الفرقة بس الصغيرين كانوا على قد مين المسافة. بقى 2007 اللي بيلعب؟ قول لي انت ومعايا طبعا مصطفى، مين تاني غيركم؟ واحمد حسام البصير. البصير احمد حسام ده 2007. اه ومين تاني؟ وزياد حجاج الاربعات. حجاج اه وادي اربعه. ومين تاني 2007 فاكرين معاكم في الفرقه؟ معانا علي مهران وياسين بيرلو وياسين ياسر ويوسف شريف. كده احنا بنتكلم في 7. الليبرو الثاني. الليبرو الثاني. انتوا الاثنين الليبروهين 2007؟ اه اه. طب ده كويس جدا، دي حاجه كويسه.